حبيبات قلبي، بلقائنا الجديد بأوراق الذاكرة والوجدان بسرني أني أحكي عن شخصية شعبية أعمالها كلها شعبية. هو كان صديق للفنانين، لكل الفنانين، الأستاذ دوريد لحام، لنهاد قلعي، لكل الأساتذة الكبار، لرفيق سبيعي الله يرحمه، لكل الفنانين كان صديق، سبحان الله. وكان شغلته الأساسية نجار، وكان في عنده كمان مزرعة بيربي فيها نحل، يعني بيبيع عسل، يعني كان دمه خفيف. المرحوم أحمد مسالخي، أحمد مسالخي كان معشراني جميل المعشر، خلوق مؤدب، صديق الكل، بيحبوا الكل، والكل بيطلبوا منه خدمات، وكان يلبي الجميع. أنا أدواره معي كانت صغيرة لأنه حسب ظروف أعمالي، لكن اشتغل مع الجميع، اشتغل مع الأستاذ دوريد لحام بحمام الهنا، واشتغل معه بمقالب غوار، واشتغل معه بمسرحياته، وكتير كان له تواجد مع كل الفنانين. بس الله يرحمه الفترة الأخيرة تعب شوي وبعد عن الوسط الفني، واشتغل مع الجميع وكان كتير متعاون، بس الرحمة لروحه. أنا كتير بحب هذا الإنسان، رغم أدواره كتير كانت صغيرة ومحدودة، لكن كان له حضور، كان له تواجد، يعني وخاصة أدواره مع الأستاذ دوريد لحام الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة. رحل لكن حفاظا منا مؤسسة حكيم، لتكريم كل الفنانين اللي اشتغلوا معها في مؤسسة حكيم الإنتاج الفني، وخاصة الأعمال اللي عم بسها هلا على قناة حكيم الإنتاج الفني. الشكر لكل فنان اشتغل معي دور مشهد أو بطولة، شكرا من القلب. نلتقي الأسبوع القادم مع فنان أو فنانة رحلوا، وإلى اللقاء. ماشي، لكان جمعة ثانية ببقى بطلع عليكم. مرحبا بالعز. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا. شيوئية وربع لحمة مع صحن حمص، وبعرف الواجب. يمو على عيني، تفضل. إبراهيم نسينا، بكرة رح تعض أصابيعك ندامي. سبحان الله، لك أخي شو عم غني بالطاحون؟ بعدين من هون لبكرة ما بيصفى في ستان نحط فيه. انت حر، انا عم ذكرك لانه بعمرك ما رح تحلم بهيك عرض. لك يا سيدي اعطيني عمر لبكرة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مسامي مهم ترضى عليهم. الله يرضى عليهم يا رب. ونحن كل شيء بنقدر نعمل انه ندعي له الرب يسعدهم ويجعلهم موفقين بحياتهم. مبارك الا ولك يا ابو رمزي. الله يخليك. يا ابو رمزي رح اعطيك طابقين بالبناية تبعي.